انا عايز اكلمك في الجزئيه اللي انت اتكلمت عليها، وخد دايما انطباعات الناس دايما على قديم كهرباء القديم، انا اسميك نيو فيرجن دلوقتي، كهرباء نيو فيرجن دلوقتي، كهرباء النسخه الجديده. انا متاكد جدا ان روحك العاليه وحبك للنادي وحبك لفرقتك هو اللي بيعمل الرياكشن اللي ممكن الناس تفهمه غلط. فخلينا نتكلم، انت زي ما انت ماشي كده، انت يعني في ضغوطات عليك، لكن انت ما شاء الله ابعد عن الضغوطات ديت. انت يعني بنقول لك ساعات بصمتك، الناس اللي يعني ليها بصمه في الملعب بتفرق. انت ممكن جدا تبدا من اول المباراه لاخر المباراه ما بيكونش ليك بصمه. من حقك انك عايز تشارك، ومن حقك ان انت عايز تلعب، لكن دورك مهم جدا 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 كمان في الفرقه، والجماهير شايفه الكلام ده. فرحتك بقى، او يعني خلينا نتكلم على موسيماني قال لك ايه بالظبط. يعني هو الوقت بيبقى صعب جدا، الفرقه مغلوبه واحد، انت نازل عندك ادوار معينه، وانت كمان كلاعب عندك فكرك ان انا عايز انزل عشان اعمل كذا واعمل كذا. تعليمات موسيماني كانت المختصر ليك قبل ما تنزل كانت ايه؟ كان ماتش الاتحاد لما كنا خسرانين 1-0، كنت نازل اخر دقيقه وكنت هجيب جونين. يعني الكره بتاعت علي معلول اللي حطها لي، وكان كره انا كان اخر مدافع، وانا كنت هطولها بس هو قطعها. فهو قال لي يعني قال لي انت هتجيب جون في ماتش الاتحاد ده موسيماني. قال لي ازاي؟ هو يعني ما هو عايز يعني هو مقتنع جدا وبيتكلم معايا كويس كتير، وحتى هو يمكن في المحاضرات كتير يقول لي ماي بوي، يعني ماي بوي على طول يعني. فجيت في الماتش اللي فات دوت، قال لي تلعب ناحيه الشمال وعايزك تبقى فاتح الملعب على طول يعني. اوكي، عايزك تفتح الملعب، فاتح الملعب ما لكش دعوه بحاجه يعني، وعايزك تبقى تخش. حتى لما جه فينا الجون دخلني مهاجم تاني. ده صحيح. قال لي خليك ما ترجعش، خليك مهاجم تاني. هو كان انا كان عمال يتكلم معايا. بس لا، هو طبعا هو يعني مدرب كبير جدا، ويمكن هو بيحبني جدا على المستوى الشخصي يعني. وانا الحمد لله يمكن انا في التمرين مش بتمرن كويس ومش مقصر في حاجه. وهو بيعرف يتعامل معايا يعني، ده احلى حاجه ان هو يتعامل معايا يعني نفسيا. ده مهم. الكهرباء انا اهم حاجه. هو لما جه وانا اتكلمت معاه قلت له انا مش انا يعني انا نفسي العب كل ماتشات، ونفسي نكسب، ونفسي اعمل حاجات كتير قوي مع النادي وكده، بس يعني انا مش قادر اتكلم معاك العب او ما العبش، دي وجهه نظرك انت، وانا تحت امرك في اي حاجه، بس اهم حاجه انا تعاملني نفسيا. يعني انا مش عايز اي حاجه خالص، العب ما العبش انا انت جاهز. محمود